وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مرسوما لإنهاء فصل الأطفال عن أهاليهم عند توقيفهم وهم يحاولون عبور الحدود بطريقة غير قانونية، وهو ما يعد تراجعا عن سياسة عدم التهاون مع طالبي اللجوء بعد موجة من الانتقادات العالمية. وقال ترامب خلال توقيع المرسوم إنه لم يشعر بارتياح عن رؤية العائلات منفصلة.